بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثالث من الفصل الثاني لمقرر هندسة البرمجيات. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن ووتر فول موديل أو نموذج الشلال. وإحنا يا جماعة سمعنا عن كلمة ووتر فول موديل دي قبل كده، وقلنا إنها أحد النماذج لمين؟ فاكر؟ صح، برافو عليك. للبلان دريفن إيه بروسيس. إذن هو احد نماذج البلان دريفن، اللي هي ايه؟ الخطه المسبقه، مش كده؟ انت بتبني السوفت وير بتاعك بناء عن خطه، عن استراتيجيه. ايه هي الخطه بتاعتك دي؟ الخطه بتقول ان انا عندي عدد من الانشطه، الانشطه دي تتم بناء على ترتيب محدد، مش كده يا جماعه؟ جميل. اذا كلمه ووتر فول ديت معناها شلال. هنعرف دلوقتي ان فعلا الكلمه في محلها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ببتدي اول حاجه بالخطه الاولى بالايه؟ اكتيفيتي رقم واحد، ريكويرمنتس ديفينيشن، تحديد المتطلبات والمواصفات. بعد كده الديزاين، ثم ها الامبلمنتيشن، ثم الانتجريشن والتستنج الاختبار، وبعد كده العمل ايه؟ الاوبريشن ايه؟ والصيانه. عمل البرنامج والصيانه. جميل. اذا لو انت جيت تلاحظ معايا كده ان الاكتيفيتيز اللي قدامنا دي دلوقتي اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده بتتم بايه؟ بترتيب. وخلي بالك بقى، لا يسمح بالانتقال من اكتيفيتي من نشاط لنشاط تاني الا ما اتاكد تماما ان النشاط الاولاني تم انتهائه، وايه وما ينفعش ارجع له تاني. خلاص معايا؟ فاذا في حاله الوتر في الموديل عند الانتقال من اكتيفيتي لاكتيفيتي اخرى، ها، لا يسمح بالانتقال من نشاط لنشاط اخر الا لما عند التاكد ان كل حاجه ها تمت وانتهت في الاكتيفيتي السابقه. بمعنى ايه؟ بمعنى انا ما اقدرش انتقل من الريكويرمنتس للسيستم سوفت وير ديزاين الا ما اتاكد ان الايه الريكويرمنتس انتهت. خلاص حددت جميع المواصفات اللي انا محتاجها. وما اقدرش انتقل من السيستم ديزاين للامبلمنتيشن الا لما اتاكد ان الديزاين كله انتهى. معايا؟ ما ينفعش اعمل ديزاين من جديد. طيب وبرده وهكذا لما انتقل من خطوه لخطوه ثانيه، ما ينفعش ايه ها انتقل الا ما اتاكد ان الخطوه دي انتهت وتمت، وهكذا. كانها يا جماعه زي الشلال، شايفين؟ زي الشلال بالظبط. معايا؟ يعني الميه وهي نازله من الشلال هل ممكن ترجع تاني؟ ممكن؟ لا طبعا، مش كده؟ فاذا في الحاله ديت لا يمكن الرجوع للخطوه السابقه. جميل. طب افرض انا نسيت في الديزاين اعمل شيء، نسيت في الامبلمنتيشن، نسيت في اعمل ايه؟ طب ما ينفعش ارجع تاني؟ ينفع، بس كده بقى في عايزه صعوبه جامده جدا. ليه؟ لانك انت هتهد المرحله كلها. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي رحت للسيستم ديزاين وعايز ارجع تاني هنا، ماشي، هي في صعوبه في الرجوع، يعني ينفع، لكن كده يبقى انت هديت المرحله دي كلها وتبتدي من جديد. معايا يا جماعه؟ اذا هي تكلفتها طبعا عاليه لو في خطا وان تم الانتقال من مكان لمكان تاني، يبقى في خطا حصل، يبقى التكلفه هتبقى عاليه جدا، انك انت بتهد المرحله اللي قبل كده كلها. معايا يا جماعه؟ اذا دي ايه؟ نموذج بيسموه نموذج الشلال. ودي بقى الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي، ان البروسيس ديت عباره عن ايه؟ requirements analysis and definition، system software design، implementation and testing. ما هو الاختبار بيتم كمان عشان اتاكد ان ايه؟ ان ما انتقلش من مرحله لمرحله ثانيه الا لما يكون الايه؟ العمليه انتهت. integration and system testing، يعني بعمل integration وتستنج برضه، وفي الاخر عمليه مين؟ الاوبريشن اند مينتنس، دي العمليات اللي احنا ذكرناها قبل كده. جميل. بيقول لك بقى خلي بالك، اصعب حاجه في النموذج دوت، يعني من العيوب النموذج، انك انت صعب جدا انك انت ترجع للخلف، مش كده؟ صعب جدا انك انت تعمل اي تغيرات ايه كانت ايه موجوده ايه في العمليه اللي قبل كده. معايا يا جماعه؟ يبقى اذا لازم تنهي كل عمليه، واثناء ما انت بتنهي كل نشاط من الانشطه اللي تمت ديت، لابد انك تتاكد انها ايه تمت نهائيا. نقول مع بعض: ذا مين دروباك اوف ذا ووتر فول موديل، اهو اهم عيب فيه، ذا ديفيكالتي اوف اكوموديتنج تشينج افتر بروسيس از اندر واي، صعب جدا انك انت تغير. طيب A phase has to be complete before moving into the next phase. يعني ايه؟ يعني لازم تتاكد ان كل مرحله تمت، لازم تكون انتهت عشان تنتقل للمرحله الثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.